هنروح لألعاب القوة. ألعاب القوة يعني زي ما حضراتكم عارفين احنا بنقدم أبطال وأبطال كبار جدا. الأهلي يحصد بطولة منطقة القاهرة تحت 16 وتحت 12 عام لألعاب القوة. تحت 16 سنة فزنا بالمركز الأول، 9 ميداليات ذهب، 8 ميداليات فضة و10 برونز بإجمالي 27 ميدالية. لو رحنا طبعا للناشئات 24 ميدالية، 8 ذهب 10 فضة 6 برونز، وبكده يكون النادي الأهلي حقق المركز الأول وكأس البطولة اللي شارك فيها 90 لاعب ولاعب. أما بقى المنافسات الشباب تحت 20 سنة هنلاقي الأهلي حقق 12 ميدالية ذهب و12 فضة و10 برونز بإجمالي 33 ميدالية. لو رحنا للشباب 28 ميدالية، 9 ذهب زيهم فضة و10 ميداليات برونز، وده عدد من الميداليات كبير في وقت شارك في البطولة 26 لاعب و96 لاعب ولاعبة. ألف مليون مبروك لألعاب القوة في النادي الأهلي. نتمنى طبعا يعني أو النادي الأهلي يقوم بدوره اللي دايما بيقوم بيه، بيصدر لاعبين أو بيساهم في إنشاء لاعبين أولمبيين بإذن الله نشوفهم في باريس 24 بعد 3 سنوات.